تعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا مطربة سودانية تغني القرآن بصورة مستفزة. وفوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها على السناب شات باحتفالها هي وزوجها في البانيو عارية. تابع معانا الحلقة عشان تعرف التفاصيل، وفضلا وليس أمرا اضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة نورني بوجودك في القناة. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده مع منعم، نبدا كلامنا بالصلاه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وحابب اكد على الكلام اللي قلته برضو في الحلقه اللي فاتت عن كلنا اخوات واشقاء مهما كان الدوله اللي احنا بنتكلم عنها. النهارده احنا بنتكلم عن شخص او فرد، والفرد ده في كل الاحوال بيدخل كل بيت مصري بالفيديوهات او بالحاجات اللي هو بيقدمها وبيعملها. فانا برفض تماما حته بلدي وبلدك، انا بتكلم عموما ان كل كلنا عرب وبس. ومع اول خبر معانا وهو عن امنة حيدر. امنة حيدر هي مطربة سودانية يمكن كتير مننا ما يعرفهاش، لان احنا ممكن ما نكونش متابعين للاغاني السودانية، ولكن هي طلعت في فيديو وكانت بتغني القرآن، ويمكن حد سبقها بحاجة زي دي وهو بهاء سلطان، وكان طلع قبل كده عمل حاجة شبيهة لكده، لكن هي طلعت وغنت القرآن زي ما حضرتك هتشوفها كده في الفيديو. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. طيب هل ده ينفع ولا هل ده ينطبق تحت اي بند من بنود الفن؟ ما ينفعش، احنا رايحين ناحية الدين، يعني هو ما حبكش ان انت تتكلمي او تغني او تبيني قد ايه صوتك مش حلو او اي حاجة ايا كانت، الا لما اروح ناحية الدين او لما اروح ناحية القرآن وابدأ اقول القرآن كده بالطريقة اللي انت بتقوليها، باختلاف طبعا ان ده ولا هو ترتيل ولا اي حاجة، ده غنى، فحرام حرام ما ينفعش ابدا اللي هي بتعمله ده. ده بخلاف ان هي بتقرأ كده على حاجة في الموسيقى كده اسمها السلم الخماسي، ودي اللي هي طريقة الأغاني على الطريقة السودانية. طيب يعني خلاص، يعني ممكن نعمل أي حاجة، يعني ممكن نبدأ نغني، ممكن تشهري نفسك زي ما أنت عايزة. وللأسف ده كان قدام جمع من الناس زي ما حضراتكم شفتوها، كانت بتغني قدامها ميكروفونات، مش مثلا في بيتها وقاعدة مع نفسها وكده، لأ ده في قدام جمع من الناس. وأنا متأكد 1000000% إن الناس دي سقفت وانبسطت، لأن أغلب الناس اللي بيحضروا مع الفنانين أو مع المطربين عموما في أي دولة في العالم لازم بينافقوا وبيسقفوا أفو حتى لو الفنان ده أسوأ ما يمكن. ما بالك بقى هنا هي مش سيئة بس، لا دي كمان مستفزة، وللأسف ما شفناش حد قام اعترض عليها، أهانها، نهارها، قال لها أي حاجة، توقفي، بطلي، اعملي اللي بتعمليه، على الرغم من شعب السودان يعني ناس من اللي هي المحترمين جدا جدا، اللي تقريبا أنا ما شفتش واحد سوداني اتعرفت عليه إلا لما كان فعلا قمة في الأدب والأخلاق ويدي للي قدامه درس كده في الاحترام. فان تطلع حد زي ده بتسيء لنفسها بس وبنقرر حاجة زي دي، ولكن يجب ان احنا نحذر ونفهم الناس، لان لو ما قلناش كده بتطلع ناس تانية وتقلد. ليه؟ لان ما حدش قال لنا ان ده غلط، ما حدش انتقد ده وقال ان ما ينفعش. ومش هكتر عن كده، وطبعا يشرفني كلامكم وارائكم في الكومنتات على المواضيع اللي بنتكلم عليها. وهننقل الى فوز العتيبي. فوز العتيبي هي بنت سعودية بتحتفل من يومين بانها وثقت حسابها على السناب شات. طريقة الاحتفال كانت عبارة عن ايه؟ ان هي جابت زجاجة خمرة وبتصور نفسها وهي وزوجها على السرير بيحتفلوا وبيرقصوا. ترجمة
هي طلعت وقالت للناس انتوا ازاي بتقولوا عليا كده وليه بتنتقدوني كده، ده انا اللي في ايدي دي كانت شمبانيا من غير كحول، فطبعا كده خلاص بقى يعني بقت شمبانيا حلال. فالنقطة طبعا صعبة وبقت حاجة غريبة قوي ان احنا نشوف الناس تستحل الحاجة الغلط وتطلع تبررها وتلقي اللوم على اللي يجي يلوم عليهم في الغلط اللي بيعملوه. في النهاية الناس اللي بتتضايق من الناس لما تعمل حاجة غلط بيبقى هدفهم الاساسي هو النصيحة. يعني لما بنتكلم عن فلانة غنت القرآن او فلانة شربت خمرة او كده احنا بنقول من باب النصيحة. اما بقى لو الموضوع وقف لحد هنا فخلاص الموضوع مثلا ممكن يبقى حاجة و غلطة كده وانتقاد وخلاص. لكن ده هي دخلت هي وزوجها، ودي اغرب ما يمكن، هي وزوجها مجهزين البانيو وحطوا الموبايل في الحمام وابتدت تصور نفسها هي وزوجها وهم في الحمام زي ما هتشوفهم كده. طيب اما كل ده عشان خاطر توثيق حساب، امال لو عملت انجاز دي ممكن تعمل ايه؟ يعني ما هي خلاص يعني مش هنقول بقى ايه هتقلع وتمشي في الشارع، ما هي فعلا قلعت وصورت نفسها وهي في الحمام. يعني هي دي مثلا ممكن تعمل ايه بعد كده؟ يعني هي دي النقطة ان في ناس بتبالغ اكتر من اللازم في فرحتها، في حين بقى ان طبعا نفس الناس دي لما بيمروا بحاجة سيئة بتلاقيهم ابأس ما يمكن. اما بخصوص بقى اللي قاعد معاها في البانيو ده اللي هو مش هنقول عليه غير جوزها، يعني ايه يا جوزها في ايه؟ يعني ايه اللي يعني انت ازاي؟ يعني انت ايه طالع كده ازاي انت وهي؟ مش فارق معاك وهي تطلع وتتصور وبشكلها وبجسمها والحاجات دي كلها، انت ازاي راجل او بيتقال عليك راجل؟ ازاي موافق على حاجة زي دي؟ كل ده عشان ايه؟ ما هو انا مش فاهم. يعني ان هي خلاص وثقت وعملت، حتى لو في عائد مادي او مكسب مادي خلاص كده ما بقاش فيه رجولة مقابل ان هي تعمل كل اللي هي عايزاه جوزها. طب لو حد قابلك في الشارع وقال لك انا شفت كذا وكذا وشفت حاجات معينة في مراتك، هل هتتعصب عليه ولا هتقول له لا خلاص كفاية عليكم الفيديو واستنوا الفيديو اللي جاي؟ وكل ما نوثق حسابات اكتر كل ما هنديكم حاجات تحبوها اكتر. ولا لو حد قال لك مراتك دي فيها كذا وكذا كويس او حلو، يعني انا مش هقدر افسر بصراحة، حضرتك هتشكره بقى ولا هتقول له اتفضل ولا هتعمل ايه؟ وبجد يعني هو انت ايه، انت واللي زيك والستات دي واللي زيها خلوا ايه لنفسهم او خلوا ايه لجوازهم عشان خاطر يبقوا حاجة خاصة ليهم هم، لما خلاص البيت بكل تفاصيله بالكامل بالكامل. احنا شفنا قبل كده ناس في الروتين بيطلعوا الملابس الداخلية ليهم عشان خاطر يجيبوا مشاهدات، وناس بتبدأ تعرض كل تفصيلة في بيتها على قناة اليومية ومشاكل وطلاق وقال وخان وعمل وسوى كل تفصيلة في بيتهم. طب في ايه خاص بينكم انتم وبعضيكم؟ الناس خلاص بقت تتصور وهي في الحمام، فاضل ايه تاني؟ ان واحد عشان يتشهر اكتر من التاني ويعلي عليه اكتر يقوم شانق نفسه ولا قاتل نفسه، فيبقى لما مات مات بس مات بقى اشهر من اللي قبليه. وبصراحة السوشيال ميديا كشفت اسوأ ما فينا وعرتنا وطلعت حاجات كتيرة جوانا ما كانش حد يعرف عنها حاجة، زي ما تقول كده انها بقت عقاب بيكشف ستر ربنا. يعني الناس بقت تفضح نفسها بايديها، وهننتظر ايه السيء اللي جاي؟ للأسف محدش يقدر يتوقع. وفي نهاية الحلقة بتمنى ان ربنا يهديني ويهديهم ويهدينا كلنا، لان كلنا محتاجين الهداية، مفيش حد كويس بنسبة 100%، كلنا محتاجين الستر، لكن مش بإيدينا احنا اللي نفضح نفسينا. لحد هنا مش هطول على حضراتكم اكتر من كده، وكان معاكم منعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.